شجرة مباركة أخرى تزاحم عامة النخلة في البصرة. نبتة السدر في البصرة تشهد نموا كبيرا على حساب النخيل هذه المرة، فشح المياه وتدني جودتها المناسبة للري عوامل تدفع المزارعين إلى إحياء شجرة العريقة في العراق والمنطقة. تلوث التربة بصورة عامة يؤدي إلى هجران أغلب الفلاحين، تركوا زراعة النخيل بسبب ارتفاع نسبة الأملاح، ونسبة الأملاح جاي من ترتفع جاي تلوث لنا التربة بصورة مستمرة، يعني لا يمكن التخلص منها بسهولة. يعني المد الملحي إذا إجا لك ما يمكن بلحظة تخلص منه، يراد لك فترة طويلة على ما تخلص من الأرض من الأملاح اللي موجودة فيها. هذا على من يأثر على إنتاجية النخلة، يأثر على شكل النخلة، يأثر على نوعية الثمار، يأثر على نوعية المنتوج وعلى إنتاج المنتوج. الجدوى الاقتصادية وارتفاع سعر ثمر النبق إغراء آخر يشجع المزارعين على الاستثمار بالسد بدل النخيل، فسعر النوع التفاحي منه يتراوح بين 5000 و7000 دينار للكيلوغرام، بينما تبقى أغلى أنواع التمور كالبرح أقل من ذلك ثمنا، هذا بالإضافة إلى تدني سعر شتلاتها وسرعة بلوغها مرحلة العطاء. لكن النخلة ما أقارنها ويا السدرة كمسألة مادية، ما أقارنها ويا السدرة، لأن السدرة قلنا إحنا أول سنة من تزرعها وتركبها، السنة الثانية عندك أنت يصير إنتاج، عندك مردود مادي. النخلة وقلنا السدرة تجيبها بألف دينار، النخلة تجيبها بمية وخمسين ألف. زين السدرة أول سنة ثاني سنة تعطيك منتوج، النخلة بعد خمس سنوات أقل شيء خمس سنوات، فانتهى العمر هذا الخمس سنوات إيش راح تسوي بيها؟ فلذلك أنا اتجهت للسدر لأن أشوف مردود المادي أحسن من النخل. أنا ما أقول لك ما عندي، عندي نخل، بس السدرة هسه مثل إذا هسه قاعد أطور أنا كل سنة مثل أحط لي 100 أو 200 زيادة، ما أحط نخل أحط سدر. نظرا إلى قابليتها الكبيرة للإزدهار في المناخ القاسي وتحملها ملوحة المياه المتاحة وقلتها، فشجرة السدر الدائمة الخضرة خيار أمثل للمزارعين الساعين لإحياء أرضهم وجني أرباح سريعة ومجدية، خصوصا أن ثقافتهم وتراثهم يباركها وينهى عن قطعها.